ويلا بقى نروح مع حضراتكم للنشرة الرياضية ونرجع بعدها نكمل بقية فقراتنا. خليكم معانا مع دارين طبعا. شكرا حسام، شكرا منا، وإلى هذه الجولة الرياضية مشاهدينا، حيث والتي نبدأها بتصدر مصر للمجموعة السادسة في تصفية إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز على ليبيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما على نظيره الليبي صاحب المركز الثاني بنقطة وحيدة قبل مباراة الجولة الرابعة والتي ستجمع المنتخبين في بنغازي يوم الاثنين المقبل. لمزيد من التعليق على هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي حسن السعدني. صباح الخير يا أستاذ حسن. صباح الخير يا استاذه دارين، صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير للساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. حضرتك شفت يعني الماتش امبارح وشفت اداء المنتخب، يعني حضرتك قيمت اداء المنتخب ازاي في المباراه؟ عايزين نقول اولا بنبارك للمنتخب المصري، بنبارك للشعب المصري، بنبارك لاتحاد الكوره والجهاز الفني. المنتخب حقق المطلوب منه، احنا كنا في امس الحاجه طبعا للفوز. اتزاع الصداره ده شيء مهم جدا، مهم عشان دي مكانة مصر، ومهم جدا عشان نبدأ نخرج ليبيا تدريجيا من حسابات التأهل. الماتش ده هيأثر إلى حد ما بشكل كبير جدا على المباراة اللي هتلعب بعد بكرة في بنغازي. المنتخب لعب ماتش أفضل من الماتشات اللي لعبها في الفترة الأخيرة من حيث الانتشار، التنظيم، الضغط. كان في إلى حد ما غياب التركيز في اللمسه الاخيره، لان احنا ضيعنا اكتر من هجمه على الجون، لكن كان شكلنا افضل من الفتره اللي فاتت. شكل افضل بيتطور تدريجيا ونتيجه ايجابيه وتحقيق فوز مهم، طبعا ده اللي احنا كنا محتاجينه. بالمستوى اللي احنا بنمشي بيه ده، الى المنتخب بعد كام مباراه هيوصل للشكل اللي احنا كنا بنتمناه. شفنا امبارح برضو بعض المكاسب، مشاركه عمر مرموش لاول مره مع المنتخب بهذا الانسجام وهذا التأقلم وهذا الأداء الكبير جدا، من أهم مكاسب المباراة. شفنا يعني إن يلعب السولية بجوار ثنائية النني وعبد الله السعيد، برضو دي أول مرة كانوا يشاركوا التلاتة مع بعض في مباراة رسمية. فلا، الماتش كان مباراة كبيرة جدا المنتخب قدمها، وإن شاء الله في القادم يبقى أفضل يعني. طيب حضرتك يعني توقعاتك بقى الماتش يوم الاثنين؟ هيبقى ماتش صعب برضه، لان احنا شفنا حتى امبارح ليبيا نزلت تلعب ماتش دفاعي. طبعا المدرب الاسباني الكبير خافير كلمنتي قرى الماتش كويس جدا، لعب بخمس مدافعين فقفل شويه، لعب اكتر على الهجمه المرتده وعلى المساحات. وشفنا برضه ان ربنا كرمنا بكره كانت جت في ركبه الشناوي وجت في العارضه، كان ممكن تغير مجريات المباراه. فاحنا بنلعب منتخب كبير ومنتخب له اسم برضه، وانت عارف الدربيات العربيه لا تخلو من الاثاره يعني. انا اتوقع ان ليبيا في الماتش القادم ما قدمهاش حل غير ان هي تتخلى عن الحذر الدفاعي شويه وتلعب كره الى حد ما هجوميه، لان هي محتاجه ان هي تفوز. ده هيدي المنتخب افضليه من الناحيه الهجوميه. شفنا امبارح صلاح طبعا كان عليه رقابه كبيره جدا، انك تلعب طرف او جناح على خمس مدافعين، ده بيشكل طبعا قيود كبيره جدا على المهاجم. لكن الماتش الجاي اعتقد ان المساحات هتبقى افضل، المنتخب بيحب الكره في المساحات، فاعتقد ان شاء الله ان المنتخب يقدر يفوز الماتش الجاي ويحسم التاهل بدري ان شاء الله. طيب مين ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك في المباراه بالنسبه للمنتخبين يعني مصري والليبي؟ مين الاسماء اللي ممكن نحط عليها سبوت لايت؟ والله احنا شفنا امبارح لاعب صغيبه اللي هو جاب الكره في العارضه، شفنا مؤيد اللافي برضه عمل ماتش كويس جدا، شفنا حتى الحارس نشنوش اللي هو الحارس الليبي كان عمل ماتش كويس جدا. هو ما كانش موفق في الكره الجميله جدا بتاع عمر مرموش، لكن هو بشكل عام ادى مباراه كويسه. بالنسبه للمنتخب طبعا ده اللي يهمنا في الموضوع. طبعا المنتخب عمل يعني، شفنا اكرم توفيق كباك يمين لعب ماتش كبير جدا، الناس كانت متوقعه البدء باحمد فتحي، لكن اكرم توفيق قدم مباراه بطوليه. شفنا عمرو السوليه عمل ماتش كويس، شفنا النني كمان، النني يعني انا شفت انتقادات للنني بعد المباراه، ما اعرفش ليه، النني احصائيا ورقميا من افضل اللعيبه في المباراه،
استخلاص الكوره، ثبات في المستوى، لعب دور الارتكاز كويس جدا. حتى المدرب لما حب يامن الدفاع وطلع عبد الله السعيد ونزل طارق حامد عشان يلعب بثلاثه خط وسط، ادى حريه اكتر لنني في التحرك قدام او الزياده الهجوميه شويه قدام، وعمل ده بشكل كويس جدا. شفنا كمان طبعا عمر مرموش هو نجم المباراه وصاحب الهدف. لا المنتخب كان كويس، وان شاء الله اللي احنا بننتظره من المنتخب ان هو المستوى كمان يعلى افضل من كده واكتر من كده، عشان ده منتخب مصر. الناقد الرياضي حسن السعداني، بنشكر حضرتك على هذه النظرة الخاطفة والتحليلية على لمباراة مصر وليبيا بالأمس. إلى مجلة فرانس فوتبول التي كشفت عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بالون دور كأفضل لاعب في العالم 2021، والتي ضمت 30 لاعبا. يوجد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في القائمة، مع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ممثلين عن إفريقيا والعرب في القائمة. هذا ومن المقرر أن يتم منح الجائزة للفائز خلال الحفل الذي سيقام في 29 من نوفمبر المقبل. حقق منتخب الكاميرون انتصارا ثمينا على مضيفه منتخب موزمبيق بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. سجل ثلاثية الكاميرون كولم من تشوبو موتينغ بهدفين في الدقيقة 28 والثانية والخمسين، وتوكو إيكامبي في الدقيقة 63، فيما أحرز هدف موزمبيق الوحيد اللاعب جيني كاتامو في الدقيقة 80. شهدت المباراة مشاركة لاعب الأهلي لويس ميكسيوني مع منتخب موزمبيق في القاهرة عفوا في المباراة. فاز منتخب كوت ديفوار لكرة القدم على مضيفه منتخب ملاوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. سجل ثلاثية كوت ديفوار كل من ماكس جاردال في الدقيقة 36، وإبراهيم سنجاري في الدقيقة 85، وجيريمي بوغا في الدقيقة 90. اكتسح منتخب الجزائر ضيفه منتخب النيجر بنتيجة 6-1 في مباراة الفريقين، والتي أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. بهذه النتيجة رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع بوركينا فاسو، ولكن يميل فارق الأهداف لمصلحة محاربي الصحراء، بينما تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث. وإلى منتخب المغرب الذي يلتقي مع مضيفه غينيا بيساو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022. كان لقاء الجولة الثالثة قد انتهى بفوز المنتخب المغربي بخماسية دون رد ليتصدر المجموعة التاسعة ب6 نقاط، بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في المركز الثاني. تغلب منتخب البرازيل على مضيفه فنزويلا ب3 أهداف مقابل هدف ليحافظ على سلسلة انتصاراته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022. حققت البرازيل انتصارها 9 على التوالي في 9 مباريات بالتصفيات، وعززت صدارتها للترتيب برفع رصيدها إلى 27 نقطة. أما فنزويلا فتجمد رصيدها عند 4 نقاط وتواصل تذيل الترتيب.
سقطت الأرجنتين في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها باراغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بالتعادل في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 من التصفيات. ارتفع رصيد الأرجنتين إلى 19 نقطة لتواصل احتلال وصافة الترتيب خلف البرازيل المتصدرة. أما باراغواي فتحل في المركز السادس ب 12 نقطة. انتهت مباراة أوروغواي وكولومبيا بالتعادل السلبي لكل فريق في مباراة قاسية بدنيا لكن دون أهداف، وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال. بهذه النتيجة حافظ المنتخبان على وجودهما ضمن المراكز المؤهلة للمونديال باحتلال أوروغواي للمركز الرابع برصيد 16 نقطة وخلفها كولومبيا خامسة برصيد 14 نقطة وهو المركز المؤهل لملحق الفيفا. لم يخسر المنتخبان في الجولات الست الأخيرة من التصفيات لكنهما تعادلا في أربع منها وانتصرا في اثنتين. يواجه منتخب إنجلترا مضيفه منتخب أندورا اليوم ضمن فعاليات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة بدور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022. يتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل أندورا المركز الخامس برصيد 3 نقاط. نهاية الجولة الرياضية لهذا الصباح، إلى فاصل قصير مشاهدينا نعود من بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات هذا الصباح، ابقوا معنا.